السينما. هذا الفن السابع الذي استحوذ على قلوب الملايين لم تولد بين عشية وضحاها، بل كانت ثمرة جهود متراكمة لعقول عبقرية ونتاجا طبيعيا لتطور التكنولوجيا والإبداع البشري. إنها رحلة عبر الزمن، رحلة بدأت بتحويل الأحلام إلى واقع ملموس وبتحقيق المستحيل على الشاشة الفضية. وقبل أن تتحول السينما إلى صناعة ضخمة، كانت مجرد ومضات من الضوء والظلال، حيث يعود تاريخ أولى المحاولات لخلق الصور المتحركة إلى القرن التاسع عشر، فقد ابتكر العلماء أجهزة بسيطة لعرض صور متتابعة، مما خلق وهم الحركة. ولكن لم يكتمل المشهد إلا باختراع الكاميرا السينمائية التي سمحت بتسجيل هذه الصور المتحركة وتخليدها. يعتبر الأخوان الفرنسيان لويس وأوغوست لوميير الأب الروحي للسينما الحديثة، ففي عام 1895 عرض أول فيلم سينمائي قصير للجمهور في باريس، والذي وثق لحظات بسيطة من الحياة اليومية. هذا الحدث التاريخي شكل نقطة تحول، حيث أدرك الناس إمكانيات هذه التقنية الجديدة، وسرعان ما انتشرت صالات العرض السينمائية في مختلف أنحاء العالم. كانت الأفلام الصامتة هي السائدة في السنوات الأولى للسينما، حيث اعتمدت هذه الأفلام على لغة الجسد والإيماءات للتعبير عن المشاعر والأحداث، ورافقتها الموسيقى الحية التي عزفت في صالات العرض. برز خلال هذه الفترة ممثلون عظماء مثل تشارلي تشابلن وباستر كيتن، الذين استطاعوا أن يجعلوا العالم يضحك ويبكي من خلال فنهم الصامت. شهدت صناعة السينما ثورة حقيقية مع ظهور الأفلام الناطقة، ففي عام 1927 تم عرض فيلم The Jazz Singer، الذي يعد أول فيلم طويل ناطق. أضاف الصوت بعدا جديدا للسينما، وسمح للممثلين بالتعبير عن شخصياتهم بشكل أكثر واقعية. استحوذت هوليوود على صناعة السينما في النصف الأول من القرن العشرين، وأصبحت مصنعا للأحلام، حيث أنتجت أفلاما ملحمية ورومانسية وأفلام مغامرات، شكلت مرجعا للسينما العالمية. برز خلال هذه الفترة نجوم كبار مثل ماريلين مونرو وجيمس دين، وشهدت السينما تطورا كبيرا من الناحية الفنية والتجارية. وبعد الحرب العالمية الثانية شهدت السينما تحولات كبيرة، حيث ظهرت اتجاهات جديدة وأساليب مختلفة في السرد والتصوير. انتشرت الأفلام الواقعية التي تناولت قضايا اجتماعية وسياسية، وظهرت أيضا أفلام مؤلف الكتب التي تحمل بصمة المخرج الفنية. لم تعد السينما مقتصرة على هوليوود، بل انتشرت في جميع أنحاء العالم، حيث قدمت كل دولة أفلاما تعبر عن هويتها الثقافية والتاريخية، وبرزت مدارس سينمائية مختلفة مثل السينما الإيطالية والسينما المصرية، والتي أثرت بشكل كبير على تطور السينما العالمية. وفي العقود الأخيرة شهدت السينما تحولا جذريا مع ظهور التكنولوجيا الرقمية، فقد أصبحت الكاميرات الرقمية تحل محل الكاميرات الفيلمية، وأصبحت المؤثرات البصرية جزءا لا يتجزأ من صناعة الأفلام، كما ظهرت منصات البث عبر الإنترنت، مما ساهم في تغيير طريقة توزيع الأفلام واستهلاكها. نافلة القول: السينما هي فن حي يتطور باستمرار، ولا يمكن التنبؤ بما يحمله المستقبل لها، لكن المؤكد هو أن التكنولوجيا ستظل تلعب دورا محوريا في تشكيل مستقبل السينما، وأننا سنشهد المزيد من الابتكارات والأفكار الفريدة.